noqday pakistaniyo da ku qabsado insha allah maanta oo kale meelaha oo kale meelaha ducada lagu aqbalo aada loogu rajoonaya ka mid tahay si khaasa waxaan faatixa u mareynaa sheekheena sheekh khaliif sheekh sheekh mucalim aadam sheekh mucalim daud ataqaana sheekh khaliif waa awliyadii ilaahay ilmaheedi weeye ninku faatixa cosada la yidhaahdo sheekh anas yare ninkaas isagana sida awowiyaashiisoo kale rag waaweyn oo ajilla ah awliyada ilaahay ayuu markaa ku abtirsadaa dhan sheekh yuusuf diraad baa awowi u ah dhanna sheekhu weynaa ee mucalim daawud oo macalimiintu waaweynaa ajilada ahaa ka mid a ee soomaaliyeed ayaa awliyiis ah ilaahay raggaasoo kale ha ka dhigo isagana insha allahu ninka allah soo jeclaysiiyo iyo dhammaan intii munaasabada kasoo qayb gasha oo dhan culimmada noo ducaysay ducada culimmada allaha noo aqbalo qof kasto niyadaha ku qabsado muraadkiisa insha allah way u weyn tahay rida ilaahay iyo maqfiro iyo maxabada mustafa sal allahu alayh wasalam iyo asmaul kiraamo haddana waxaa noogu xun doono maadaama ay gabagabo tahay munaasabada qur-aanka kusoo khatimaynaa waxaan ka horumarinaynaa sidaan horaba idiin sheegnay sal iyo u badnaan doontaa bay ballanteenna waxaa nagu xun doona salliga nabiga sal allahu alayh wasalam waxaan mar kale u yeeraynaa saan horaba u sheegnay saaxiibkay sheekheena mucalimkeena mucalim cabdisalaam mar kale iyo عlayka صلaaة اللaahi ya khayr mursaliin عlayka صلaaة اللaahi ya khayr mursaliin عlayka salaam اllah nuur اlغayaibi ya khayr mursaliin عlayka salaam اllahi nuur اlغayaibi
عشان نبغى ما صوت
إله يوم الرب إلى موسى فصح أركب أركب على سمي رب أبشر بالواقع وبيحي صوته إله أنت أنا محمد إله ملوك رامي إله مولودك مصطفى إله سليماتك إله يوم أنت ذنبي قشي إله ذنبابنا عظامها ذي وانهاي مركز سوان نعينا أذيب وعطاي غفار باطاي غفور باطاي رؤوف باطاي إله رحمة الله وجوناي البرقس هذه ما رقب الله واحد سمعنا ما بجوا ما بق واجروا معلين إلهي وعفو هذا إله حلم قال إلهي ومغرى لقن إلهي وأبارع نيسو صار إلهي ومانتا مانتا إمام كأني بيس كأني شيخ عمر نوح الله يهدي الله بركة يوم جزاك الله خيرا يوم كلنا هاي ونوصل جدي رنتي محاضرة سقيمة بيان بالعيد الفرع بدون التعاون يسوع يدعاني كور رئيسي رضانتي ورابات مسؤول جرتي إن شاء الله وحنا كجنا قيبه دمنا مرة يوم مناسبة يعني هذا هو حنا نقول دعنا صلى النبي صلى الله عليه وسلم وحنا نقول قال دعنا معلم عبد السلام قاسم فليتفضل عليك صلاة الله عليك صلاة الله يا خير مرسلين عليك سلام الله عليك سلام الله نور الغيائبين سلام الله يا خير المرسلين عليك سلام الله نور الغيائبين عليك سلام الله يا خير المرسلين عليك سلام الله نور الغيائبين عليك صلاة الله يا خير مرسلين عليك سلام الله نور العيائب عليك صلاة الله يا خير مرسلين عليك سلام الله يا خير مرسلين عليك سلام الله نور العيائب عليك صلاة الله لإرسالي بنا لخير الحبايب عليك صلاة الله يا خير المرسلين عليك صلاة الله نور الغيائب وأشهد أن الله لا رب غيره تنزه عن ضد عليك صلاة الله
في مدح المؤنى والمواهب. عليك صلاة الله إلا خير المرسلين. عليك صلاة الله إلا هو المقصد الأسنى هو المسك والندى هو المنقذ الوافي لكل المعاضب. عليك صلاة الله. محبته فرض علينا مؤكد بها يقضي كل انسان وعلى مراتب. عليك صلاة الله يا خير المرسلين. عليك سلام الله يا رب العالمين. عليه توجه صاحب غير غافلين تلوط به الاغيار يوم المكارم. عليك صلاة الله وقل يا رسول الله صلى الله عليه عليك سلام الله يا خير المرسلين. عليك سلام الله يا له رتبة فقط على كل رتبتين له العز والزلفى وحسن المآثب. عليك سلام الله يا خير المرسلين. عليك سلام الله وفيه شفاء قلبي ونيل المناصب. عليك صلاة الله يا خير المرسلين. عليك سلام الله نور الغيائب. ونور به قلبي وعطر بقلبي به اشتبه من كل داء مصاحبي. عليك صلاة الله يا خير المرسلين. عليك سلام الله سلام الله سلام الله سلام الله سلام الله عليك صلاة الله يا خير المرسلين. عليك صلاة الله نور الغيائب. يا شفا قلبي وسلي وامامي أرجو إلهي تلك نظر المضارب. عليك صلاة الله يا خير المرسلين. عليك صلاة الله أعلى المراتب. عليك صلاة الله يا خير المرسلين. عليك سلام الله نور الغيائب. مغيث المذنبين لأنني أئست من الإخوان ثم الأقارب. عليك صلاة الله يا خير المرسلين. عليك سلام الله نور الغيائب. أنت سفي الله شكايتي الله الله. وأنت قدير بانقضاء المآرب. عليك صلاة الله يا خير المرسلين. عليك صلاة الله يا خير. أجب دعوتي يا خير من وطئ الثرى فما لي ملاذ من سواك والراحب. عليك صلاة الله. إليك توسلنا برفع النوائب. عليك صلاة الله يا خير المرسلين. عليك سلام الله. وما قلت من ذكر طه محمد. إليك توسلنا برفع النوائب. عليك صلاة
قلت من ذكر ضاها وصلتي إلى بار الإنسان من كل مطالب. شفع لنا بالمصطفى للمواهب. عليك صلاة الله يا خير المرسلين، عليك سلام الله يا إليك توسلنا بجاه محمد، فشفع لنا بالمصطفى للمواهب. ان شاء الله احتفال
والله هذا شيخ يقول شيخ عمر الله بركيه أيا قاتل كان اهتفاء قف السماية قف كبير هذي نبي عليه الصلاة والسلام قاب عصور كبيري وقاب عنه ابن هاكل ببلاته لكن اهتفاء إلى ما موسى برشدي صلى الله عليه وسلم نقول أن هذا الكفر هو في المسلم سيارو وكي الشيخ من يوشي حديثي الله مسلم سيسار يجي من عبد الله ليونا أبو قتادة الله أبو قتادة الأنصاري وكي نقول من يوحل ودي سؤال رسول الله صلى الله عليه وسلم عن صوم يوم الاثنين نقول وحال ودي مالنطا اسنينتا محل سوميسا مكاس الله بنا عليه الصلاة والسلام وحال أسوم يا ذلك يوم ولدت فيه وانزل علي الوحي وحال يا مالنت الأدال وعلى مالنت وحي وقسو دلي أي النبي عليه الصلاة والسلام ناشر أمرك النبي عليه الصلاة والسلام قف ما بالعضاء أما تلشبه سبب وينيه أسايا أنه يقول لديه أسايا ما كنت بيانينا محايا لي حديث كاسم يلا لما رمح وأنا أدلوا على العلاق مركي الله فيه نومد للنبي عليه الصلاة والسلام بلشبه سئل له وينيكم لأن محايا للنبي أسايا وينيه وهم معنى اللي يدري إلا بيسايا من النوع دي وأسكي سوما يا رمضان مارتاي والنعمة موسى دين مهل وهم معنى اللي يدري وما قلنا عليه الصلاة والسلام سيادات المركة احتفال السمايو نبغى يا أبو هريري وفي الكسر اللي نبغى على شهر سنة ووال أكتا ولا أكتان وبالصوم صوم النبو سوكو هريري لكن النبو بنعفه يسرقات البحيو بعام يخاشر السمايو يسرق النبو ولا شكيو اسكو ما تنبان مسمينا انتان ووال خير شرع المير يكون ربان تهيبوين صدق البحيو إدعى مطعم إن العمارين مليان ميلة كل هدام بالمؤمن بدكم إن السوء المعلان وبيوت إله السوء المعلان ميلة كل هدام بالمؤمن إنتم بين هذا وإنه لأنه سمعنا وخير على خير وما كشكينا إنه إوينينا إنه إمارة طاية أمارة إنه إموتا أغنى هاي حري هارينا ونقول له محمد عليه الصلاة والسلام مع أولادنا إنه إموتا أغنى هاي أما نفسدنا أنا ما دم خاص، الواحد أنت أنا أظن هل حاف النور التجريم وحاسكيو اللي معناي قفتيه محردة من عيله محاينا كاري حكم النبي عليه الصلاة والسلام أيامنا كاري حكم النبي أنا عليه الصلاة والسلام وأشهد وأظهر وأنا واجب فرض لازم ويا مرة إن شاء الله تعالى مرشاة النبي عليه الصلاة والسلام قف إليه أسأل أبوه الرئيوي سأل مكلاب بياناينا وكي شيخ التساوى الشيخ يقول لي أكسي الله بنا سيدة وقلقل مرة وكي مركة حديث الحاجرة مليو وليو صحاب الولينا بها عبد الله بن مسعود حديث كسوحال وش حاجة لفظ يقولهم موقوف كويه لكن لفظ المرفوع عندي حمد الله معنى لفظ الموقوف كويه لكن حلم كأيوم مرفوع كويه سلوى عروب المصطلح على الغبر ثم عروب الحديث حديث سوضوها ماذا أقول مسلم ولا حسنا فهو عند الله حسن مسلمين طوحة يو أركان ونك إلهي أكتسنا ونك بكي سبحانه وتعالى انت مكة عالم كالفيرو أما دونك بعد فيرس عرب الإسلام قال إن يبقى حاجة سيئة عالم الإسلام أنت نور التنبي بيتا أما النبي يقول لك أما النبي محبني سيدة قادسون وإنت قادسون بقال كيو بقال أنت نقام إيسا كبال سيادة المكو حكوتو سيسا إنه ولك وما سأقنو ما رتاية حماسك هما لما وكي حديث سيدة أهل الله إلا يوجيه سيدة من ديته حديث أهل الله إلا يحروا بحفر وطلما والنبي عليه الصلاة والسلام سيدة الشيئين لا تجتمع أمتي على الضلال ومدى يسيره وكمك وانت بارك كمك ونس مكو مدى انت علي خلق انت علي انا وحي جل سبوي مالان نسع ونس ما هيكو توسي سامركة وحي ومدى وناك كدتين وناك واركين
معنا كلا سيرا الحالة دي من بعد النبي عليه الصلاة والسلام مكاسة في الرسول كلاه بل يولا قال من بعد فجع العيا قال أنسا وقال ولما يلحق بهم من وقال كالعمل كي قبل هيل أما ما قبل كرا عمل كي يوم هيل قبل عن قبل رسول كلاه بالكبر هو نجع لي مكاسة النبي فكول عليه الصلاة والسلام أنت مع من أحببت أنت مع من أحببت هذا هو أنا سعيد أدعي لكن نبي هذا جعل هذا نبي عيسى مقرس عليه الصلاة والسلام ولكن ما كان سديده ولي أنا ما أنا سأوفر حين ولي أنا ما أنا أوفر حين سأنا أوفر حين هذا كان نبي عليه الصلاة والسلام صحيح ما كان هيك توسع نبي جعل كيس أيه شيء كولان وها بابا قال والله إذا صدق كلمة والله إذا مرجع وحاول إن شاء الله تعالى مكة مكة إن شاء الله تعالى النبي عليه الصلاة والسلام مكة سحابي يا سسيا مكة النبي عليه الصلاة والسلام حبيب سورة جبريل مكة أنا سحبت وحامل أقول كسيمني أنا سبلا ما نكاس ما أنا كفر حنا مجرم أنا كفر حبنا ما أنا كفر حنا وما أنا كفر حي هذا كان النبي عليه الصلاة والسلام أنت مع من أحبك نبي نجعي ما مشى كاس ولا سوى راو وعطيك وجه أيدنا ليش يجري لبري ولكن يود من كذي يعبد ما قال الله شيء ولكن شهيدي من كذي نكشهيدي ما هو ده أيدنا نكشهيدي عبد مكاسة وبيني وحيتي وحلاشة معنا ولكا وكريري وعلوم شهيدي منك عروم شهيدي ما تصدق الراشة وحيتي ما فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم وعكا ورن حقا بريئة داية رسولك بسمه عليه الصلاة والسلام والله ما روح الله رسولك بسمه منك عري وعكا يا بارة بالدنيا بريئة مكاسة وحيتي ورسولك بسمه وحكا يده رسولك بسمه عليه الصلاة والسلام مكاسة وحيتي هو بحمد الله كما تحبين وأقول أنا قبل أن أرجع شيء سأنا أرجع سأنا أرجع شيء نبي عليه الصلاة والسلام مرقبا ما كان سوى حيث المالي وركينا وهو ما رتايا عليا من أن يمرن ساني وأكل ما رتايا إيش الشيء ساني أما الذي ينوري بل يتوسل النبي عليه الصلاة والسلام يتوسل النبي عليه الصلاة والسلام لكن توسل سامرك النبي عليه الصلاة والسلام صحابة حيث في فقه بيننا ورجعين في عليه الصلاة والسلام إننا لا سلا سمعنا لك هذا وحكى الله عندك ومعين عملها مطالع على النبي عليه الصلاة والسلام هي المحبة بيسا إنهم دلتوا لكم على قد اليوم إن شاء الله تعالى مالك يحيي نصد ربعنا إن شاء الله من النبي عليه الصلاة والسلام محبة بيسا يجعين كيسا يعني نصد ربعنا إن شاء الله مالك سودر دارنا إن أبي دائرة يقدر دارنا إن شاء الله تعالى إن بلنا وحالة شيء أو مد سوء العلسي وفرنان ديرتو ليرو بلا جواب ليرو بس وماري يجلتو أراد دارنا ولا شيء هيا ما في مدى إله يقبلنا إن الله يفكر عنه فرنا إن شاء الله تعالى نقول بنا يدعى قطبتون إلى مدى صورة لي يدعى سكوسة دولدوين هيا والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته كاسوح على الشيخ أني شامو خير بدن الله أقوى المريم جزاك الله خيرا شيخة وأنتو قردارنا عندنا عائسنا بلوات كينا عندنا ما شاء الله إلهي الخير بدن الله أقوى المريم محاضراتي قبل هدنا وحاوكسي لون هاي قبل قبل مناصبة داني فحنا وحي دوانا صلي ونوقع دوانا معلم هرية هرية عبد الله صلوا وسلم وبارك صلوا وسلم وبارك على الحبيب الحسين على الحبيب الحسين صلى الله عليه وسلم
تاسوه وها مدحني شيخني شوكاشي مركا واجلجو مناسبة دي وهاي نوحي قدونا سيد مشكو غروي شيخ إبراهيم معلم حسين والمدعو عندنا فليتفضل شيخ الحمد لله الحمد لله يا رب العالمين الحمد لله يا رب العالمين الذي نستعين على امور الدين والدنيا صلى اللهم على نبينا محمد في خير خلق الله يا اجمعين ما هي مناسبه من ابو عبد الله يا عوض قال يا حضره السيده صلى الله عليه وسلم يدعو الى الملك يا رشيد
كلمات كاس قيمها بدن ودعاء أه شيخ إنه عالم كأه ونوس وجدين الشيخ إبراهيم معلم حسين الله ما أقبله آمين وما يكون رصيبة ناصر لي كاوي ركوسي سقيسا قبل جولي بي الله ما أقبل دعاء الشيخ ونوس وجدين وقيمها بدنيت يمارك تاي فكا ضمن الله فرم بلوقت عيوتي عجيب الله حبيقاك حبيقا نبيقين حباتك المفين وحبيبك الرح ما شاء الله الله ما أقول شيخ أبو أديسة هذا روح أنه وحيد دونا شيخ أنا شيخ آدم معلم حسين يوم معلم حسين أزوك عاي شيخ أنه قد يتفضل سودو وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم إلهي يا مهد إلهي في مكان كان وإلهي في كيس إلهي روح يا مهد صلاح حبلت أن أنت كسوقي بكشي وعدي أني أنا أم بعضون أنا أم بعضون سنين هاد وعدي نمي من وحدنا هاد الملك قرب الله وأنا رواني وأنا رواني إلهي نوح الله حفلت أن أنت كسوقي بكشي يرد إبوين قلبي عامة جزاكم الله خيرا الله بركة خير بلن الله هذه سيئة إن شاء الله وح لمن قوميشا بعد رضا في مجرم وحي حن أو شرع أو شيطان لحرين الله لقفوي وحي خير أنا الله نوع أنفع شيء وخير وواحد الشيء وحول مشي وحفي أنا الشيء ولما أنا عرف كذا بريبو الله كهاية الحمد لله أنا الله داري عباد الدين أنا الله صوبية إن شاء الله إلهي إذن كيس آت أيام أفر حسن نايمات إلهي أتيس بعد يكو هذا نسقل فرحة بعد يكو أفر حسن إلهي ما شاء سقل يا الله لك النبي قال نحول كيس الله أنا أفر إن شاء الله وصدق أنت أقربني وهذه الرحمة الله أنا أقربني نمو المراد لها نمو مرادي سو خير الله هوية إن شاء الله ويدي سو خير الله هوية مرادي أن لا أن لا نهيك أن كلا لا نهيك إلهي المسيح مطر أيام وقعنا إله مطر مطر أو مطر إلى أن أتدافع حليب أو عندها أو عاقمات أتدافع إلى أن نسيح إله مطر نسيح إله مطر نسيح دوري يرضاينا و هذا هو أوكيه هذا الفاق هو يوم سيد وادي وح إله هو الإمام ابن مالك إله هو الصورة إله هو الصورة مسلمين من البيت هو إله هو الصورة إن شاء الله إله إنك سألت أن أقول في الوادي نحب على نوح أنت نظام أنا أنت أنجوم أي ترى إله إنسا سكرة خير الله سيد دم بيجي دم بارد أنا رسول إن شاء الله إله إنك سؤال محسنين وقول محسنين أنت مزاقين كشيء إيه أنت ما رتاي أو إيمان بإله إبراهيم الحسين الله بركة الله بركة إن شاء الله عني واحد لهم قدرة يمبلع تقعد أسأل الله أنا أقبل شيء شيء لا دعائي ولا بدك يا دعائي إن شاء الله الله أنا أقبل إله أنا أقبل الله أنا أقبل الله أقبل إله إني سيد الله كمان سيد الله أقبل كذا ما لفتح ما شاء الله جزاك الله خيرا خير الله تعالى على مريض شيخ الدعاء الله ما أقبله سيدي عن أي دعي شيخ إن شاء الله إلهنا أقبل الأجيب فاتحة إن شاء الله نبقى لما يدعي أن أشعر حسين دعوة معنا عصلي نبقى لنا دواكا دعوة لنا سكون جرتاء والشيخ حسين يو شيخ حسن يو شيخ فارح يو شيخ محمد يو شيخ عبد الله يو شيخ الياس يو معلم هبل يو حليم يو مريم يو سينم يو دمار يو شراف يو مات وقل له ادعي محمد يو وقل الله اكبره انت سوى دوين الى عائد القرآن الكريم فعنه وصول من دونه ظاهر محمد فليتفضل ظاهر محمود فليتفضل انا صوتك أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم
الرحمن الرحيم. إنا فتحنا لك فتحا مبينا ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر ويتم نعمته عليك ويهديك صراطا مستقيما وينصرك الله نصرا عزيزا. هو الذي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.